هاي بنات، كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة، ربي يتقبل مني ومنكم يا رب. ان شاء الله رمضانكم بخير. انا اليوم معزومة على ايفنت جيفانشي بيوتي سحور، so we're gonna go get ready for that. Oh my god, I'm so excited. الحين عندي موعد في شعري، so we're gonna go do that and then I'm gonna just get ready with you guys, just have a little chit chat. Oh my god. Okay, bye. Okay, I'm back home. بسوي سكين كير معكم. أول شيء الجيرمينا تونر with the con pad. شو أخباركم؟ كيف رمضان معكم؟ عشان لسه بالمدرسة اسمه لازم أداوم من 9:30 لين الساعة 2:00. وش اسمه؟ مرة تعب، مرة تعب حرفين. إنه اليوم ما كنت، اليوم كان في تعليق عشان المطر، so God bless. فما سويت شيء، ما سويت شيء، سويت سكول أونلاين يعني. بس مرة تعب الحفل، كل يوم أرجع البيت وأنام لمين الفطور، لمين وقت نفطر. أخ بعدين أروح وأطلع وأستهبل بعده طبعًا. أوكي بعدين أستخدم the 2-in-1 Poreless Power Liquid من كازار اكس. اغلب المنتجات اللي بستخدمهم معكم شريتهم امس الا هذا، هذا لي يمكن اسبوعين استخدمه. But it's so good. It leaves your skin like مرة حلو. Need to make sure، لازم اتأكد انه بشرتي مرطب مرة. And then we'll be fine. Should I use this? Or is that crazy? سكينورين. أحس لا صح؟ أحس مو لازم. لا مو لازم. بعدين بستخدم لروش بوزي سيكا بلاست بي 5. شريته أمس والصراحة يوم استخدمتها رهيب. يعني كان عندي حبة هنا، ما أدري تشوفونها، كانت كبر قرح كبر قرح. حطيت شوي نمت وقمت و يعني it literally disappeared. So شوي. And then I put it on my whole face. مرة متحمسة على اليوم. يعني ما تعرفون قد إيش متحمسة. أدري إنه شفتوني بحفلة تيارا النملة وأنا يعني ما أعرف يعني مرة فرق أتكلم مع جوالي وأسولف مع جوالي وفرق ما أسولف مع الناس. يعني لما أنزل ترى أنا ما أدري الناس يشوفون. يعني أدري الناس يشوفون فيديوهاتي بس يعني ما أصدق. Like you guys are not real. Not real at all. ف يعني لما الناس يجون عندي oh my god شفتك في اليوتيوب، شفتك بالتيك توك، اقول لهم لا هذه مو انا. وش اسمه هذا اول ايفنت امي بتروح معي برضه. اول ايفنت ماما تروح معي و يعني هي انا متحمسه مره، وهي اذا تقدرون تصدقون يعني she's more excited than I am. So yeah we're so excited. And yeah. واللبس حقي مرة يجنن، إن شاء الله يعجبكم. كذا رمضان vibe طبعاً سحور. بس this is the vani cream. يعني كل يوم vani cream يا جماعة. ترى لازم أنتظر أختي ترجع، راح تجيب قهوة، بتجيب لي معها بس بتسوي مكياجي. لازم أسوي مكياجي. والحين assuming right now it's like 8-9 والحفلة تبعد تبدأ 9. It's okay. We're gonna be fashionably late. Fashionably late. Aquaphor. I need Aquaphor. I'm gonna say حواجبي قبل ما تجي. I think I'll do that. وأنا يعني أعرف أسوي مكياجي. بس ريناد ما شاء الله. She's been doing makeup. أنا توي بدأت. يعني توي بزر. بدأت يمكن قبل 3 سنين أسوي مكياجي. وريناد and she went through all the phases. So she know. لعبتي الوحيدة soap brows. Soap. That. These are my eyebrows. Renata's here. She's gonna do my makeup. Let me show. I use this primer. The Power Grip. We're gonna use this dark. Don't worry about it. That's what I'm gonna add in my video. To color correct.
God knows. It's under my bag. Right? Where's your... طبعا بنات إذا تبون تحجزوني أسوي مكياجكم. I learned this new technique for my eyebrows. When you go against the grain of your eyebrow and then you do it like that and then you... it sticks. Very good. لأن انتي عارفين زوان يعني. Yeah. Oh. This is like low-key your shade-ish. Not really. If I want to do like a natural, maybe so we can do it. Yeah, natural, you apply your concealer in specific places, not all under your eye. You mean anti yes is a kathir? Hey, it's kathreen and it's not your color. Rude. I use this color too. Oh my god, we're the same color. I have this. No. Okay. قول لهم خبرتك بالمكياج من زمان وكذا من يوم انا قلت يوم كان عمره 16 بس I don't know if that's true or not. لا كذا 14 يا yeah. خلينا نجرب هذا نشوف وش شتي شلون قبل قال لا ما بي عشان نصلح طيب لا تطقطقين خلينا نصدق اقول لهم نارز حق ريناد بدرجة ginger you're right and then this L'Oreal infallible should I do M's بس يعني according to Rinald it's too light it's a little bit too light to put on your face شوفي شوفي اللون الحين مرة حلو wow see, I have like color dysmorphia in my face I always think I'm lighter than I am real I think I'm so light I think I'm darker than I am a lot of time طول حياتي كل أحد يقول oh أنت بيضة أنت بيضة فقلت okay أنا بيضة I think I'm the fairest in the land ما راح أشوف شيء وأنت بس بخلي استخلصين don't get on my eyebrows توس ويتهم look at your skin it looks nice I look white. No, you don't. I think I do. You just look one. First of all, I didn't finish blending your under eyes. Okay. And I'm going to use the Forever 52 thing. It's like the dupe for Makeup Forever. I'm not good. I wanted to use it. Like, I want to take it from you and use it. But I said, no, it's haram. عشان it's her Makeup Forever palette. غالي ومدروش غالي. Make your lips look big. Mashallah, you already have amazing. أمي ترى تقولك الحمد لله خشتكم من تفخة. No, literally. Thanks, Bobo. I'm loving it. I'm loving this. Really? Yeah. Mm. Wow, Tala, this is so fun. This is such cute content, you know. كان ودي انزل بالتيكتوك. Let's pause and then I'm gonna film a TikTok. Then we'll be right back. Okay. الحين we're setting my face with the Huda Beauty powder. And what shade are you gonna use? Cherry blossom. Cherry blossom. I was just telling you, and I bought a new setting spray. I want to spray my face, but I didn't put the moon glaze. It's so good. Also, she's not letting me look at you guys, so I'm side eyeing you right now so hard. I have a little injury. Yeah, I didn't hurt them. I'm a very simple gal. I thought you had more makeup than this TH. No, I have like 3.5 products, Tara. Why do you think it all fits in that little pouch? أنا حسبت نفسي إنه أوه أنا عندي مكياج كثير ومرة يعني I'm just a girl وكذا بس لا ريناد showed me that I am not a girl. Excuse me. A drag queen. A drag queen. I am the queen of drag. Anyway, zibda. Yeah, Rina, that's Kenyan banati kida. Banatit? Banati on it. Tara, this is for you and for the banat. بخازن عناية أو أي يعني كذا. صيدلية كذا. مو صيدلية. إيه يعني دار العناية دار الأمارات كذا. يبيعون brushes من BH Cosmetics. Set أتوقع يمكن 8 or 9 brushes أقل من 100 ريال. والكواليتي. Quality is so good. They're so soft. مرة أنصحكم فيه. مرة أنصحكم فيه. لا ترى يعني طول حياتي أمي تقولي نفس الكلام بس ما صدقتها لمن الحين لمن هذا الوقت يعني لحرفين قبل أمس بشرتي تخرب مع الأكل مو كل بشرة نفس الشيء طبعا كل أحد يعني نفس السبب شكرا نفس السبب بس أنا سببي من الأكل أنا بشرتي يعني حلوة كويسة. بس انه مشكلة الاكل في سببين باي ذا واي لانه للمتابعين المراهقين برضو الهرمونات يعني الهرمونات طبعا طبيعي ف don't stress too much about your acne it's not that deep صدق it's not that deep ترى و try to treat your acne instead of
covering it up. Please, if y'all do Accutane or like قصدي روكتان بدون دكتور يوايلكم مني أنا. Look at me. My whole makeup fell. هذه الطريقة الوحيدة to put your setting spray. Drench my face and then I don't let it. لا تحركون وجوهكم. Yeah. Girl, hold it. What? Hold what? This. It looks so smooth. Look. The lighting in my room is not good and I'm sorry. After you set your face, صح, the powder is all gone. بس I learned it leads to creasiness. So Wisho! IG, I put a little bit of powder in the places that crease. I bought a new Sky High. Sky High. Sky High. ترى like this household is a Sky High household. فقط. Literally. ما نستخدم أي مسكرة غير Sky High. والسودة. فقط الزهري خايف. يا حامل شاب. مدري. My LDF powder ترى صدق حامل كبدة. This one. You know when you get something new and good and it's so much better than the old thing you used to? Yeah, and you're just like, wow, I was living in the slums. Yeah, I was living in the slums with that powder. So I كبيته. وشريت هذا. وريناد يعني كان عنده, it's the pink one. Like an affordable powder. ترى رخيص وكبير. يعني يعني ما يخلص أبدا. ما راح يخلص. No flashback. يسمعك طول حياتي. سمعي متزوجين. Literally. Girl, I used baby powder. Y'all remember that era? Y'all remember when I used baby powder last year? That was crazy. Yep. أمي قالت ريناد قالت ليش ما تستخدمين baby powder زي أختك؟ قالت What color are you using? What are you using? Electric blue. Because I saw an electric blue in that palette. حسيت تستخدمين الزنقة. تسويها. I would. غرفة يحوس لا تقولون شيء بليز. معليش يعني هذا التجهيزات طبعا البنات كذا. بنسوي بفقرة اكتموهم. بالفيديو هذا تعرفون هذاك بالتيك توك وش اسمه ريناد ابراهيم حققتموهم don't squeeze your eyes too much close them naturally close them like yeah كلنا ميتين عليه مره يضحك يعني نحبه مره والسكين كير حقه رهيب رهيب open يما مو متعود على الاي شادو ما احط اي شادو ادري that's why I'm not putting a lot مين قاعده احط bronzer بس all over her lid بعدين عشان يعطي لون خفيف بعدين اخذ اللون هذا هذا اللون بني على بنفسجي كذا بس على الاطراف عينه بس عشان يعطي كانه اي لاينر كانه يعني سنو اي لاين تقل اي لاينر تقل اي لاينر do you want me to like flare it out شوي yeah cuz I'm not gonna do liquid I can't do liquid eyeliner شفت حركه Wait, open your eyes شفت okay, حركة close. على حساب ريما بدر you know what حركة I'm talking about I think I watched it too she takes the liquid eyeliner تسوي تحطه على عينها تسوي كذا like she oh, yeah. moves her face wait يعني... stop talking كيف تقولي انطمي بدون ما تقولي انطمي واو look how magical this looks I've been looking for this brush BT dubs ما أخذت منس. This is fully my Elf cosmetics. لا أخذت من أمي. Oh, it's mine regardless. Oh. طيب شو كمان؟ I'm just gonna do under your eyes وخلاص. Then mascara time. Ooh, I'm gonna use the moon glaze, yeah, guys. The moon glaze sits so well on top of makeup. I love it. أنا يعني لا تحطون المون جلاز وش وجهكم دوي. الأفضل إن you set it all the way, all the way, all the way, all the way. يعني ما في ولا لمعة ولا شيء. But then you put the moon glaze, so it pops. Yeah. I'm gonna curl my lashes. And city. This look is gonna look so good with my dress, with my jalebi. Moon glaze. Oh, okay. طيب. عشان بلبس ذهب, I'm gonna use this shade. This is the shade. The shade. Gilded. Yes. Gilded. Do this. بنسوي فقرة تكتموهم انه يعني عطر ايش العطر اللي بحطه اول شيء المسك هذا المسك الكعبة هذا العطر جبت من قطر كذا براند كويتي I think كذا على فانيلا حلو ريحة حلوة برفيوم also من قطر بنيم الشران I don't know it's some random brand
فيها عود، فانيلا، زعفران، كاردموم and bergamot. I don't know what that is بالعربي. بعدين لما أفك شعري ببخ هذا اللي هو الغويرلان سان رويال هير ميست هذه، بس لما أفك الشعر which will be later. Okay, so we're good. We're now at the event. How do you think of the event? أو الأفنت كذا؟ إيش رأيك؟ حسيت إني أم المشهورة. مستانسة أهم شيء؟ إي طبعاً. الحمد لله. We are now going back home. It was a very eventful night that I will never forget, and I love it so much. And thank you, Niche Arabia, for inviting me. And I just had the greatest time. Oh my gosh, تعرفت على ناس. طبعا بمساعدة الوالدة. But I had the best time. Oh, my mom also had a very good time. صح يا ماما؟ صح. Thank you so much. أحبكم. Bye. Okay, بنات رجعت من الإيفنت. I want to show you the perfume that Givenchy gave to me. I want to show you they engraved my name on the bottle. You see, Ratil? It's like more on the Rajari side. I love it so much, and it's so amazing, and it's so great. And thank you so much, Givenchy, for everything. أحبكم. Oh, yeah.